جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قال رجل للامرأة: أنا سأتزوجك، فهل أنت تقبلين بهذا؟ فقالت المرأة: نعم. وبارك الحضور هذا الكلام، وكان هذا على سبيل المزاح، ولكن بعد فترة قال لها بعض الناس إن هذا الأمر ليس فيه هزل ومزح، وذكروا لها حديثا يقول: ثلاث أشياء جدهن جد وهزلهن جد، وهن الطلاق والزواج والعتق. هل معنى هذا صحيح؟ وإذا قال رجل مثل ذلكم القول يعتبر زواج؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. نعم، الحديث صحيح: ثلاث هزلهن جد. هذه الثلاث المذكورة: النكاح والطلاق والرجعة. ولكن ما ذكرته السائلة أو السائل من أن هذا الكلام دار بين امرأة ورجل، هذا ليس عقدا، لأن العقد يشترط له وجود الولي. لا بد من شروط العقد، من شروط صحة العقد النكاح، أن يكون بولي، حضور ولي وشاهدي عدل، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. المرأة لا تزوج نفسها، لا بد من وليها. والله جل وعلا يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هذا خطاب للرجال، فدل على أن الرجال هم الذين يعقدون الأنكحة لمولياتهم، ولا يصح أن يعقدن لأنفسهن. فهذا الذي ذكره السائل لا يكون عقدا ولا يتم لعدم وجود الولي. نعم.